أقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجامعة الأستاذ المساعد الدكتور عمار السلامي على إتاحة هذه الفرصة في إقامة ورشة عمل في كلية العلوم الإسلامية، وقد قدمنا في هذه الورشة عن كيفية إعداد البرنامج التدريبي، وحقيقة كانت يعني ورشة ناجحة. أقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار السلامي وإلى عميد كلية العلوم الإسلامي على إقامة هذه الدورات التدريبية. ذهبت كلية العلوم الإسلامية على إقامة الورشات والدورات المعنية بتدريب الأساتذة التدريسيين، فكانت هذه الورشة العلمية بعنوان إعداد البرنامج التدريبي للأستاذ المساعد الدكتورة ختام عبد الحسن شنان.